اهلا. انا العقيد متقاعد عبد الوهاب البلوشي، عضو مجلس الاداره في الشركه الزهراء. اهلا وسهلا بك، يسرنا ان تكونوا معنا اليوم في الورلد ترافل اووردز. بدايه خبرنا عن الجائزه التي ربحتمونها. جائزتنا نحن افضل شركه للسياحه في سلطنه عمان، ونحن فخورين جدا بهذه الجائزه. خبرنا شو هو سر نجاحكم؟ سر النجاح هو فريق يعمل مع بعض كجزء، يعني مع بعض. النجاح هو في إدارة ناجحة، في عمل متجانس، في حب للعمل، ونحن فخورين جدا به. جميل. وشو هو، ما هو الشيء الذي يميزكم عن منافسيكم؟ والله نحن نحب العمل اللي احنا فيه، ونسعى دائما على اساس نرفع اسم عمان الى الاعلى. وطبعا نحن محظوظين جدا، ومنافسينا كذلك ما اقل منا، بس نحن محظوظين ان نحن نكون اصحاب الجائزه. اهنئكم مره اخرى على هذا النجاح، واتمنى لكم ليله سعيده. شكرا جزيلا، بارك الله. شكرا.